السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويا مرحبا الساع فيكم في برنامجكم 7 على 7 على قناة الفجيرة، ويا مساء النور والسرور عليكم. مساء النور والسرور والورد عليك يا مروة. يسعد مساك عبد العزيز، ومساك ورد وسرور ونور، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة. برنامج 7 على 7 أكيد بيكون عندنا وايد مواضيع متنوعة، إن شاء الله تستمتعون بهذه الساعة تقريبا وعشر دقائق ويانا. صحيح يا مروة. شو يانا اليوم عبد العزيز أخبار؟ بس يلا. كيف بداية الأسبوع؟ أنا دوما أحب يوم الاثنين، ما أعرف ليش، يعني يوم الأحد أوكي يعني ما أحبه وايد، بس يوم الاثنين أحسه يشبه يوم الأربعاء، فعلشان شيء أحبه في شبه. أنا ما فهمت شيء الحين. أنا أقول لك شو سالفة يوم الأحد الاثنين. يشبه يوم السبت، مو بحلو. أوكي. لكن يوم على الاثنين على فكرة السبت إجازة، بس بعد أنت تحضرين للدوام. أوكي. ويوم الاثنين تحسينه في شبه من يوم يوم الأربعاء، فأنا أحب يوم الاثنين ويوم الأربعاء وايد. أوكي. يوم الخميس طبعا. اليوم إنزين الاثنين. يوم الاثنين ما عندنا وايد مواضيع، نفس كل يوم يعني حلقتنا متميزة. طبعاً كيف ما تعرفين إن الإمارات من الدول اللي يعني كانت رائدة في الفضاء. نعم. وهي من الدول العربية الأولى اللي سوت قمر صناعي شامل وكامل بأيادي إماراتية، وفي هذا الإطار يعني وفي هذه الخطوة الجديدة على طريق إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، واللي هو أعلن فيها مركز محمد بن راشد للفضاء عن اختيار هزاع المنصوري ليكون رائد الفضاء الأساسي في المهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل يا مروة. نعم. وطبعا وكما أعلن المركز عن اختيار سلطان النيادي بدينا لهزاع المنصوري. نعم. يعني أن يروحون الفضاء، وطبعا هم جهزوهم أعلى تجهيز وهم موجودين في روسيا الحين، وراح يتدربون خلال 8 أيام في مركز يوري غاغارين لأنها كلمة روسية صعبة علي. وراح يتدربون 8 أيام إن شاء الله تعالى، وهم راح ينطلقون في 25 سبتمبر المقبل بإذن الله تعالى. معاك حق عبد العزيز، وأيضا أكد يوسف حمد الشيباني على فكرة فيني كحة عذراً مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء أن هذا الإعلان خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو أيضا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 2017 لتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم أيضا إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة. نعم، وهذا اللي أكده يا مروة سعادة سالم المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد آل مكتوم للفضاء ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، أن المستوى المتقدم الذي وصل له كل من هزاع المنصوري وسلطان النيادي يؤكد أن شباب الإمارات قادرين على خلق الأمور الصعبة والوصول إليها، وما صار شيء صعب اليوم. أن نحن قاعد نشوف حتى بالتخصصات الجامعية ومركز محمد بن راشد الفضاء قاعد يفتح أبواب وفرص وظيفية للناس اللي عندهم شغف في هذا المجال وعندهم حب في هذا المجال يا مروة. نعم، وأيضا بيقوم بتقديم جولة تعريفية مصورة باللغة العربية للمحطة، حيث توضح مكونات المحطة والأجهزة والمعدات الموجودة على متنها، كما سيقوم بتصوير كوكب الأرض والتفاعل مع المحطات الأرضية وأيضا نقل المعلومات والتجارب، إضافة إلى توثيق الحياة اليومية لرواد الفضاء على متن الطائرة. تدرين يا مروة أفكاره هزاع عذرا على فكرة، يعني الحين بدينا نشغل المكيفات، أحس فعلا يعني بدينا المرض مرة ثانية. أزين أنا بعلق على تدرين أن هزاع المنصوري وهزاع النيادي اختاروه من بين 4022 شخص مرشح أنهم يروحون لهذا المنصب، فتحسين من بين 4022 شخص يطلعون هذا عدد وايد كبير، عدد وايد كبير، وندل على شيء يدل على أنهم يعني عدد مثل هذا ويعني مو بسهل الشروط انك تترشحين له، مش كانت سهله، وتشوفين هذا العدد اللي رايح، هذا العدد الكبير. صح. يعني انا غير اللي اعلق ان الاستاذ سلطان ومنه هزاع المنصوري انهم راحوا، ان نحن الحمد لله رب العالمين في الدوله في شباب مؤهلين وفي شباب قادرين انهم يروحون لهذه المناصب. نعم صحيح. شو حلقتنا اليوم فيها عبد العزيز؟ زين، عدنا طبعا راح نعرف عن فعاليات يوم العالمي لكتاب الطفل في دولة الكويت.
أيضا يوم الجاليات السنوي 2019 وبرنامج ويوم الجاليات السنوي 2019 اللي عقبه برنامج الربيع مصنع الشباب المعرفي. أيضا مشروع إنشاء حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية وصدى الإماراتية أفضل عمل مسرحي في شرم الشيخ. حلو حلو. مواضيع حلقتنا أنا اليوم أنا ألاحظ شيء واحد يعني أنا دوما في العناوين ألخبط وعيد عنوان أنت قلتي ما أدري ليش عادي. عادي شو عدنا في البداية شو عدنا في البداية؟ عندنا الحين فعاليات يوم العالم لكتاب الطفل في دولة الكويت وتنظمها دار كشمش العديد من الفعاليات والأنشطة احتفالاً بهذا اليوم واللي هي راح تكون بالفترة من 12 إلى 15 أبريل. راح نعرف تفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد شاكر شراغ المدير العام محمد شاكر شراغ المدير العام لدار كشمش لكتب الأطفال والناشئة في دولة الكويت. يا مساء النور والسرور. مساكم الله بالخير اختي مروه واخوي عبد العزيز. نورتنا الله يسلمكم ويشكر لكم هذا التواصل وتحيه عطره لكم لاحبابنا واخواننا واهلنا في الامارات العربيه. الله يسلمك الله يسلمك. لو تعطينا نبذه عن فعاليات يوم العالم لكتاب الطفل في دوله الكويت. نعم الحقيقه هنالك العديد من الفعاليات عندنا الفرديه والجماعيه في دوله الكويت على مدار العام، وفعاليات هي عباره عن فعاليات ثقافيه وادبيه للاطفال. آخر ما تم من عمله من فعاليات قمنا بتنظيمها تحمل عنوان فعالية تحمل بعنوان يحكى أن، هي فعالة خاصة للأطفال في الأيام الماضية من تاريخ 12 واليوم كان على مدار 4 أيام في أحد المجمعات التجارية التي تستقطب أفراد الأسرة. كانت تضم العديد من الفعاليات، معرض للكتب بما يقل عن 1000 عنوان في قصص الأطفال والناشئة واليافعين بمشاركة 24 دار نشر عربية، عديد من العناوين والمنتجات التربوية، كما هنالك ورش وأنشطة مصاحبة مثل حكاية قصص تصميم فواصل كتب، رواية قصص بلغة الصم والبكم، مسابقات تفاعلية وإلى ما شابه، والتي نهدف منها لأن نرغب الطفل في هذا اليوم تحديدا يوم العالم لكتاب الطفل بالمكتبة، ونجعل هنالك علاقة وطيدة بين الطفل وبين الكتاب. ولله الحمد نالت الفعالية صداها الكبير ولاقت نجاحها وتوافد عدد كبير من الحضور إلى الفعالية للمشاركة. جميل أستاذ محمد، سبب الاحتفال باليوم العالمي لكتاب الطفل في شهر أبريل، ليش اخترتوا هذا الشهر بالذات؟ والله للأمانة أتوقع أن الاختيار عالمي وليس يقع لنا إحنا اختيار، وهو معظمنا يعرف الأديب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن، أديب دنماركي شهير بأعماله الأدبية خاصة في أدب الرحلات وأدب الطفل، وأشهرها يمكن سامعين فيها بائعة الكبريت، عقلة الأصبع، ملكة الثلج، الحورية الصغيرة، البطة القبيحة وغيرها من الأعمال. نعم. فتيمنا بأعمال هذا الأديب في عام 1967 حسب ما أتذكر وما خالفني الذاكرة تم تخصيص يوم ميلاد هذا الأديب الدنماركي الموافق ل 2 أبريل كيوم عالمي لكتاب الطفل. يجتمع العديد من المؤلفين والناشرين والرسامين والمهتمين في أدب الطفل من جميع أنحاء العالم للفت الانتباه إلى كتب الأطفال وبيان أهميتها. في هذا اليوم، اليوم العالمي لكتاب الطفل، يرعاه المجلس الدولي للكتب اليافعين، هو عبارة عن منظمة غير ربحية تأسست في مدينة زيورخ بسويسرا 53 عبارة عن شبكة دولية من الناس من جميع أنحاء العالم الذين يسعون لترقية ودعم كتب الأطفال بجميع الوسائل واللغات. علشان كذي عادة أغلب الاحتفالات باليوم العالمي لكتاب الطفل من جميع أنحاء تشمل لقاءات مع مؤلفين ورسامين وناس مختصين في أدب وثقافة الأطفال، وعادة يخلونها في شهر أبريل. ليش؟ لأن 2 أبريل يصادف اليوم العالمي لكتاب الطفل، و23 أبريل يصادف اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، فغالبا نشوف أغلب الفعاليات يخلونها في شهر أبريل، فعاليات ثقافية حول العالم يحتفلون من أول أبريل إلى آخر أبريل. ممتاز. لو أستاذ محمد لو رمز، يعني جميل أن نحن نخلي الطفل يحب القراءة، الوسائل المستخدمة في مثل هذه الفعاليات أن نحن نحبب الأطفال ونحبب اليافعين أنهم يبدون يقرون. حقيقة هنالك العديد من الفعاليات الرائعة التي تقام في العالم العربي، وأشيد جدا للأمانة ومن غير مجاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة وما تقوم به من جهود ريادية سباقة في هذا المجال، كما أن هنالك دول عربية أخرى تميزت في هذا الجانب، لكنني أرى هذه الجهود تحتاج إلى تطوير مستمر ودائم بحكم أن كتاب الطفل في تطور سريع جدا حسب ما أرى في العالم شرقا وغربا.
لازلنا احنا نلاحظ كدول عربية في هذا الركب العالمي الذي يسير بسرعة هائلة حسب ما استطلعوا بصورة مستمرة كل يوم من الفعاليات والصناعات الداعمة لكتب الأطفال في العالم. نعم. هذا ما يتحقق إلا بتشكيل فرق إبداعية عربية تربوية مختصة في هالجانب، نخلق منها جهات استشارية وجهات تنفيذية تعمل على تحسين وتطوير كتب الأطفال بحيث تكون تنافسية مقارنة بكتب دول العالم الأجنبية. أنا أطالب بقوة من اجتماع المسؤولين في العالم العربي، أخواننا والجهات الأخرى المهتمة مثل الاتحادات، الجمعيات، جمعيات الطفولة، الناشرين، المؤلفين مع الجهات الحكومية والأهلية علشان تتسهل بعض الأمور الصناعة والنشر في العالم العربي، لأن يعني بصراحة في عالمنا العربي لا يزال الكاتب يعاني والرسام يعاني والمصمم يعاني وكذلك الناشر والموزع والعارض يعانون. أسوة بمعارض الكتب العربية في الدول الأجنبية مثل معرض الكتاب العربي في إسطنبول، في عندنا كتاب معرض كتاب عربي في إسطنبول ومعرض كتاب عربي في السويد. هذيل المعارض العربية تخصص معارض كتب للكتب العربية والناشر العربي ما يلاقي أي مشكلة. وفي معارض قائمة بالدور، نحن عدنا في دولة الإمارات معرض الشارجة للكتاب ومعرض أبو ظبي للكتاب، معرض الشارجة الدولي للكتاب ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، حتى هي تكون مشاركة دولية أكثر مما هي تكون عربية في المعارض هذه اللي ذكرتها. نعم صحيح صحيح، والأمانة يعني أشيد بهذه المعارض وما تقوم فيه يعني إخواننا في الإمارات سواء كان معرض الشارجة أو معرض أبو ظبي أو مهرجان الشارجة القرائي، والتمسنا هذا الموضوع يعني وشفنا أثره على العالم العربي. صحيح. شكرا لك أستاذ محمد شاكر شراغ المدير العام لدار كشمش للكتب الأطفال والناشئة في دولة الكويت، شكرا لك. شكرا. الله يسلمكم إن شاء الله. سلام من الجميع. في أمان الله. حياك الله. الحين بنروح عبد العزيز لمشروع تخرج الطالبات جواهر الشرفاء وموزة الزعابي وشيماء البلوشي بعنوان ندوة السموحة. وطبعا كان تنظيم من كلية الاتصال بجامعة الشارجة فرع كلبة. الجلسة الحوارية هاي أنا بتكلم فيها أكثر لأني أنا كنت مدير الجلسة. يا والله. شفتي كيف؟ ما كنت أعرف والله. ما كنتي تعرفين، أنا حاطة الصورة في إنستغرام وأنتي علقتي عليها. كان بحضور مميز من إعلاميين. ما علقت عليها على فكرة. علقتي عليها. ما علقت. وكان بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي اللي هو نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلبة، راح نعرف أكثر في هذا التقرير. أوكي. يلا. ندوتنا اليوم الحقيقة هي امتداد لعام التسامح، استفدنا منها بشكل كبير جدا. أنا أؤمن تماما بأن كل فعالية تقام في جامعات الشارقة بمختلف الأفرع هي بالتأكيد ذات أهداف سامية. سعيدين وفخورين اليوم أن نكون موجودين مع طلبتنا اللي يستعدون للتخرج ويعني التواجد في مناصبهم. نسعى إن شاء الله أن نحن يعني كنا قدرنا أن نحط كل مكتسبات الإعلام أو حتى التواصل الاجتماعي أمامهم للاستفادة منها في حتى طبيعة عملهم. ندوة جميلة ورائعة وأشكر القائمين عليها ونسأل الله نكون دائما عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. سعيدة بمشاركتي في هذا المشروع الطلابي، هو مشروع تخرج تحت عنوان ندوة السموحة. طبعا أنا والزملاء قمنا بتقديم وجهات نظر مختلفة في مسألة قيمة ومبدأ التسامح وكيف وسائل الإعلام وحتى المؤثرين الموجودين في شبكات التواصل الاجتماعي يتعاملون مع هذه القيمة. من جهتي أنا تكلمت عن المحاور اللي قانونية ومحاور مهنية أكثر، اتطرقت لجانب التشريعات اللي تنظم العملية هذه وفقا للمبادئ الموجودة عندنا تحت مظلة المجلس الوطني الإعلامي، وأيضا عن المحتوى وكيف لازم أن نحن دائما ننتبه لهذا المحتوى سواء من خلال المصطلحات أو الكيفية اللي نعرض فيها الرسالة الإعلامية. وفي نهاية اليوم نتمنى إن شاء الله نكون يعني أضفنا أثر جيد وطيب في نفوس الطالبات المقبلات على مسيرة مهنية في المستقبل إن شاء الله. جاءت أهمية هذه الندوة من طرحها لعنوان التسامح كعنوان رئيس فيها، حيث أنها واكبت عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطرقنا للتسامح من بدايته من عام 1971 من تأسيس الدولة على يد المؤسسين بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه، وتكلمنا كيف أن الإنسان ممكن يربي أبناءه ويصلون إلى نوع من التعايش والتسامح السلمي في المجتمع دون ذوبان مع الأطراف الأخرى،
مع احترام العادات والتقاليد لهم لذواتهم وللآخرين. رجعنا لكم مشاهدينا، وانا هنا اعتذر على الهواء، على انا اسف مروة لان هي فعلا ما شافت توني تشيكنا نحن وانا كنا على التقرير في الانستغرام، طلعت براءتي ان انا فعلا صادقه وما شفت. انا اسف، بس شو رايك في هذا؟ كان ما شاء الله عليك والله منور ما شاء الله. تسلمين. اذا احنا ما زلنا في جامعه الشارجه، لكن نروح جامعه الشارجه اللي هي الرئيسيه، الفرع الرئيسي. افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم ملتقى الجاليات السنوي 2019 اللي تنظمها جامعه الشارجه يوم الخميس، اللي نظمتها جامعة الشارجة يوم الخميس الماضي. بنتعرف أكثر على التفاصيل مع الدكتور محمود درابسي، عميد شؤون الطلاب جامعة الشارجة. هلا ومرحب فيك. أهلا فيك ومساء الخير. شكرا لكم. خبرنا عن الحديث، يعني شوي عن حديث الجاليات السنوي 2019. لأن أجمل فعالية. نعم. كنا في الجامعات، أجمل فعالية نشوفها في الجامعة، مش دوري الكورة ولا شيء. نعم. وعلى فكرة أنا اليوم سوري تكمل. لا خلاص. اتحمست وايد، اتحمست زيادة يعني. تفضل. نعم. والله اليوم الجاليات جميل إن إحنا نشوف التنوع اللي موجود، وبالأخص جامعة الشارجة ما شاء الله هي تعتبر إن لما تنظم المهرجان. نعم. هذا يعتبر أعتقد إنه أكبر مهرجان للجاليات اللي تنظم الجامعات. نعم. على مستوى الإمارات. نعم. يعني في البداية حقيقة بحب أعطي عرض بانورامي عن طبيعة الأنشطة اللي بتقوم فيها عمادة شؤون الطلاب في جامعة الشارقة. جامعة الشارقة فيها أكثر حوالي 15,000 طالب، فيها حوالي 100 جنسية من الطلبة، وفيها أكبر تجمع لأعضاء هيئة التدريس من جنسيات العالم المختلفة. ما شاء الله. وهذا التنوع يثري الحياة الجامعية. وهذا التجمع يعطي مجال للحوار وقبول الآخر بين طلبة الجامعة. ولكن ملتقى الجاليات اللي هو بيتجسد من خلال شعار الجامعة، ملتقى الحضارات، هو واحد من أنشطة متعددة جدا بتقدمها عمادة شؤون الطلبة على مر العام لطلاب الجامعة. أول لقاء بيكون لقاء الطلبة المستجدين، بنعرفهم في الجامعة، بنقدم لهم معلومات كاملة عن التسجيل، عن الإجراءات اللي بتتم، حتى يتكيف الطالب مع الحياة الجامعية ويتعرف إلى طريقة الحياة والحرية المنضبطة في الجامعة، المسؤولة أيضا في التسجيل، في الدراسة، في الامتحانات إلى غير ذلك. ثم يأتي احتفالية كبيرة جدا، اليوم الوطني في دولة الإمارات، بتشارك فيها كل الجنسيات داخل الجامعة. إضافة إلى ذلك تبدأ حفلات التخريج أيضا في الجامعة، وهي مناسبة وطنية بامتياز. الفصل الثاني أيضا تبدأ مناسبات متعددة جدا إلى جانب الأنشطة الرياضية. الآن عمادة شؤون الطلاب هي العمادة الأولى على كل عمادات شؤون الطلبة في جامعات الدولة. في المجال الرياضي، اتحاد مؤسسات التعليم العالي، البطولة من عام 2014 لليوم هي للفرق الرياضية في عمادة شؤون الطلاب. احتكار. إضافة إلى ذلك، قبل أسبوعين أخذنا البطولة العربية في كرة الطائرة اللي عقدت للجامعات العربية في الأردن. ما شاء الله. هذا على مستوى النشاط الرياضي. نعم، عندنا فرق متعددة، ومعظم هذه الفرق هي تحصل على منح رياضية، وهذا بسخاء من لدن صاحب السمو شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة حفظه الله. إضافة إلى النشاط الرياضي، هناك النشاط الفني اللي بيقيمه المرسم الجامعي أيضا على مستوى الرسم التشكيلي، التصوير الأول على المراكز الأولى على معظم جامعات الدولة. إضافة لذلك هناك أنشطة الأشرز، وهم طلبة الخدمة العامة، هناك الجوالة اللي موجودين في الجامعة، هناك الرحلات المختلفة، هناك الأمسيات المختلفة اللي منقيمها داخل السكن الطلابي. هذا بشكل عام، هناك خلية عمل متواصلة جدا من أجل أن نقدم دائما الأنشطة للطالب الجامعي، من أجل بناء شخصية الطالب الجامعي. جميل. تكون له كاريزما معينة. بس دكتور لو الآن بحب ألقي الضوء على ملتقى الجاليات أو يوم الجاليات، هناك أندية طلابية وهناك مجلس الطلاب في الجامعة. الأندية الطلابية أندية تعنى بالدول حسب الطلبة الوافدين، نادي الكويتي، نادي الكوري، نادي الأوروبي، نادي تركي، نادي أردني، نادي سوري إلى آخره، إضافة إلى نادي إماراتي.
وهناك مجلس الطلاب أيضا مختلف لكن يقدم الدعم لهذه الأندية. تشارك أكثر من 30 نادي ما شاء الله بهذا اليوم من خلال فعاليات. أول شيء بناء بوثات معالم معينة، قد تكون قلعة، قد تكون جامعة، قد تكون بناء تراثي، قد يكون معلم وطني. يحاول الطالب أن يختصر وطنه من خلال معلم معين يقدمه. فهذه الجاليات بثقافاتها بعاداتها بتقاليدها تطل على مجتمع الإمارات، وبنفس الوقت مجتمع الإمارات أيضا بعاداته وتقاليده ومن خلال نادي الإماراتي يطل على هذه الثقافات. هذا الاحتفال يتماهى تماما مع الاحتفالية الكبيرة في دولة الإمارات لهذا العام بعام التسامح. هذا التسامح أمام 100 جنسية موجودة في الجامعة، حوار حضاري تماما بجسد شعار الجامعة اللي اختاره صاحب السمو حفظه الله، جامعة الشارقة ملتقى الحضارات. نعم. لو جميل دكتور المشاركة الطلاب في هذا اليوم، ويوم أن حتى الطلاب يتعرفون. أنا ممكن لما نحن كنا في الجامعة يكون زميلك من دولة مختلفة، فأنت في هذا اليوم الزميل يأخذ راحته أنه يشرح لك يعني عن وطنه، عن عاداته، عن تقاليده. نعم. فتحس في شيء جميل هذا اليوم، يعني طلعك برع جو الدراسة. نعم. يخليك تتعرف على ثقافات. نعم. الناس أنت متعايش معاهم. بناء شخصية الطالب الجامعي تتشكل من خلال تعرفه على طلبة خارج إطار تخصصه الأكاديمي، ومن هنا هذه الملتقيات الثقافية هي تعرفه على طلبة آخرين. الطلبة خلال أيام الإعداد للملتقى لهذا اليوم كانوا يمكن يمكثوا حتى الصباح، حتى ساعات الفجر الأولى، وهم يحاولون بناء البوث اللي راح يعبر عن بلدهم. تشارك أيضا السفارات والقنصليات في دعم مع طلبتها. نعم. وهناك من المجتمع المحلي أيضا مشاركات مع الطلبة لدعمهم من الجاليات الموجودة. الحضور يزيد عن 10,000 مواطن من المجتمع المحلي ينتظروا ساعة بساعة هذا الحدث اللي راح يتعرفوا من خلاله على حضارات مختلفة، يقدموا فلكلور بلدانهم، يقدموا الأطعمة أيضا المختلفة، لأن الطعام هو هوية الشعوب. نعم. فإحنا لما نعرف عن البيتزا نعرف إيطاليا، إيطاليا. إذن هو هوية من هويات الشعوب، وبيعبر عن تاريخها، عن تقاليدها. وأيضا الطلاب يتعرفوا على بعضهم البعض من خلال هذه البوثات، ومنلاحظ منتهى التسامح بين الطلاب، منتهى العلاقات الرائعة بين الطلاب. منلاحظ البوث مثلا لمنطقة الهند، الهند وباكستان وبنغلاديش مع بعض يعمل الطلاب، وهذا الحقيقة اللي دائما نتمنى أنه طلابنا وطلاب الجامعة الشباب هم أمل الأمة، هم رهان المستقبل، هم اللي دائما بتطلعوا إلى الأمام. فإحنا منركز عليهم أنه نقدم للطلاب الشيء المفيد، الشيء النافع، وهي ما تحرص أن تقدمه الجامعة. وهناك حقيقة متابعة كبيرة جدا من أساتذة الجامعة، من سعادة مدير الجامعة الأستاذ دكتور حميد مجول النعيمي، متابعة غير عادية لهذا الحدث الكبير اللي بيشترك فيه الطلاب ويشترك فيه الطالبات ويشترك فيه المجتمع المحلي. يعني هناك أمم متحدة كاملة نراها في موقع الاحتفال. دكتور محمد، كيف كان شعور الطلاب يوم محمود؟ كيف كان شعور الطلاب يوم مثلوا دولتهم؟ نعم، يعني هذا يوم فرح وطني حقيقة، وهو يمثل وطنه ويمثل العادات ويمثل التقاليد، ويلبس الطالب في هذا اليوم الزي الشعبي التراثي لوطنه. يعني مثلا طلاب كازاخستان قدموا يمكن لباسهم الوطني إلى مدير الجامعة حتى يروا هذا اللباس من خلال المدير، وهم أيضا لبسوا هذا اللباس الوطني الرائع، لأنه أيضا يعبر عن هوية. إحنا لما نلاحظ اللباس العربي التقليدي بنقول هذا إنسان عربي. صح. أو لباس هذا باكستان. صح. أو هذا من دول الخليج. نعم، فهذا يعرف تماما، ولذلك الطلاب كانوا في غاية الفرح لساعات متأخرة من الليل وهم يعملوا. أنا أتذكر قبل تقريبا سنتين كانت طالبة صينية، وما في عندنا طلاب صينيين، كانت طالبة واحدة استطاعت أن تنجز معلم يقدم حضارة الصين، وهي مثل أمام كل طلاب الجامعة، إنه ما معها زملاء يساعدوها لكن استطاعت. لكن الأجمل أيضا في هذا الملتقى إنه الطلاب كانوا يساعدوا بعضهم البعض،
يعني من ينتهي من إعداد المعلم الحضاري اللي بده يقدمه يساعد زميله حتى لو كان من جنسية أخرى، ليس بالضرورة يعني طلاب عرب مع بعضهم البعض. دكتور حتى الفعاليات هذه الناس اللي برع الجامعة، المجتمع اللي برع الجامعة يترين يشارك فيها. نعم. بالأخص أنت ذكرت كلمة حلوة كنت تتكلم فيها، تقولي الأكل، إحنا نعرف الشعوب من الأكل. نعم. وأجمل شيء في هالمعارض لما الواحد يروح يبدأ يأكل فيها. أنا شكل عبد العزيز الحين يعان دكتور محمود. نعم يعني يمكن لا دكتور لأن هي وعدتني تطبخ وتيبها تيب طبخة من البيت بس للحين ما سويتها. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. وبالمناسبة حتى الطلاب أتوا بأطعمة من بيوتهم قدموها، يعني المعلم الإماراتي مثلا، النادي الإماراتي كل سنة كان يقدم مرة بناء قلعة، مرة بناء بيت إماراتي قديم، المرة هاي الخيمة كانت وقدم فيها معرض من الصور اللي بيعبر عن تراث الإمارات، عن حضارة الإمارات، وتزينت هذه الصور في هذا المعرض بلوحة لصاحب السمو شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله بثلاثية الأبعاد الرسم، وكان هذا شيء يعني إبداع غير عادي. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ما شاء الله عليه دوما مهتم في مجال العلم ومجال الثقافة، وجامعة الشارجة محظوظين يعني بهذا الدعم بالتأكيد. لا محدود بالتأكيد. شكرا لك الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلبة بجامعة الشارجة، شكرا جزيلا لك. كل الشكر والتقدير لكم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إلى اللقاء. والحين مشاهدينا وين بنروح؟ بريك سريع ورادي لكم طبعا. شوف سريع على ضمانتك صميع سريع. فاصل بعدين رح نواصل. رجعنا لكم من هذا الفاصل الطويل بس علشان مروة قصير هو. على فكرة قصير. إنزين راح نشوف البداية برنامج الربيع مصنع الشباب المعرفي اللي هو نظمتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بدبل فجيرة في الفترة ما بين 7 إلى 11 أبريل في مركز دبل الثقافي. خلنا نشوف الفيديو هذا. يلا. مزيد من التفاصيل حول برنامج الربيع مصنع الشباب المعرفي ويانا عبر الهاتف الأستاذة وداد الحمودي مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دبل فجيرة. هلا مرحب فيك. مرحبتين. هلا بناتي شحالك؟ الحمد لله حبيبتي. خبرينا عن برنامج الربيع مصنع الشباب المعرفي أكثر. مصنع الشباب المعرفي برنامج نظمه مركز وزارة الثقافة في دبل فجيرة. تأتي انطلاقة هذا البرنامج ضمن أهداف وزارة الثقافة في إطراء حياة ثقافية إماراتية وتقديمها للعالم. مصنع الشباب المعرفي يهدف كان البرنامج بشكل عام عندنا لتنمية المهارات القيادية لدى الطالبات عندنا في المنطقة، وتوفير بيئة تدريبية فعالة لجعل جيل جديد على دراية بالواقع وتطوراته. وخلال فترة أسبوع كامل ركزنا على برامج تدريبية مكثفة من محاضرات وتمرينات للطالبات والطلاب الموجودين عندنا. نعم. أستاذة وداد لو تعطينا نبذة عن النتائج اللي طلعتوا فيها من بعد البرنامج. من بعد البرنامج ما شاء الله أقول لك النتائج جدا جميلة. عندنا طالباتنا سووا معرض نتاجات لمخرجات الدورة التدريبية اللي صارت على مدار أسبوع، قدموا فيها نتاجاتهم من ورش عمل للفئات الثانية وللجهات الموجودة في المنطقة عندنا في دبل فجيرة. نعم. خبرينا عن الهدف من إطلاق هذا المشروع أو البرنامج. هدف من إطلاق هالمشروع الغاية منه مثل ما قلنا توفير مهارات قيادية لدى الطلاب
تعرف الواقع الحالي في المجتمع والقيادة والقيادة العليا عندنا أن تهدف عندنا لاستشراق المستقبل والعلوم في الفضاء وإطراء الحياة الثقافية، فهدفنا كان أن تمكين الطلاب عندنا والطالبات من اقتباس المعلومات ومن خلال تدريب فعال لهم خلال الفترة الماضية. نعم، شكرا لك السادة وداد الحمودي مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دبل فجيرة. العفو، جزاكم الله شكرا خير. حبيبتي. والحين شو عندنا؟ عندنا مشروع إنشاء حدائق الفجيرة للشعب المرجانية المستزرعة اللي هي كانت برعاية ودعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الله يحفظه، وأيضا تحت تنظيم عبد العزيز وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع بلدية الفجيرة وبلدية دبا ومركز الفجيرة للمغامرات. خلونا نشوف هذا التقرير يلا. يا بعض حضور ورعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، تم إطلاق أحد أكبر مشاريع الحدائق المرجانية المستزرعة في إمارة الفجيرة، مشروع بعد عدة أشهر من العمل مع فريق المغامرات الفجيرة والتنسيق مع البلديات المعنية خاصة بلدية دبل الفجيرة وبلدية الفجيرة لاختيار الموقع واختيار أنواع الشعاب المرجانية المتناسبة للظروف المناخية الموجودة مع الدولة. إن شاء الله من خلال المشروع نستهدف زراعة 1.5 مليون شعب مرجانية خلال 5 سنوات من خلال الفئات المختلفة من الجمهور الخاص المتطوعين والسواح، هدف منها تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة، توجيه الجهود نحو معرفة التنوع البيولوجي البحري الموجود معنا في الدولة، وبنفس الوقت دعم السياحة البيئية وخاصة المشروع الأخير اللي أطلقناه كنوز الطبيعة في دولة الإمارات. من خلال هذا المشروع إن شاء الله نعيد بناء أحد النظم البيئية الطبيعية الموجودة معنا اللي تأثرت بسبب الحوادث الطبيعية الأخيرة، نتكلم على إعصار جونو اللي تبعاته للحين ما تم المعافاة منها، وأيضا المد الأحمر اللي من فترة لفترة يصيب ويضرب بحارنا في الدولة. اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة تم إطلاق هذا المشروع على استزراع 1.5 مليون شعبة مرجانية في هذا المشروع كجزء أول من هذا المشروع. اليوم الإمارة الفجيرة هي الإمارة الوحيدة على بحر عمان والمحيط الهندي يوجد فيها كثير من التنوعات البيولوجية سواء في البيئة البحرية أو في البيئة الجبلية. نسعى لوجود هذا المكان واستدامته لكافة السياح. احنا عندنا كثير من مراكز الغوص والغطس في إمارة الفجيرة، ووجود هذه المعالم يدعم هذه الرياضات. كذلك استزراع الشعب المرجانية يخلق بيئة بحرية آمنة لتكاثر الأسماك، وهذا طبعا راح يساعد على إنتاج الأسماك والزيادة في ساحل إمارة الفجيرة. هذا المشروع المبارك واللي يحظى بدعم كبير من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الله يحفظه ويرعاه، راح نعرف تفاصيل أكثر عنه معاي هنا في الاستوديو علي الضنحاني المدير التنفيذي في مشروع حدائق الفجيرة للشعب المرجانية من مركز الفجيرة للمغامرات. يا أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، مشكورين على الاستضافة. لو تعلق لنا وتعطينا نبذة عن هذه الحدائق المرجانية. طبعا حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة هو عبارة عن احنا نقول استجابة إلى الظروف الطبيعية اللي صارت خلال الفترة هذه. أول شيء لازم نتكلم أنه إمارة الفجيرة والساحل الشرقي يتميز بميزة خاصة أنه فيه تنوع بيئي فريد، وفيه عدد من الشعاب المرجانية تصل إلى ما يزيد عن 130 نوع من الشعاب المرجانية. طبعا هذه خلال السنوات الأخيرة الماضية تعرضت البيئة الطبيعية إلى ظروف طبيعية أو تغيرات مناخية أثرت عليها مثل إعصار جونو ومثل المد الأحمر، لذلك جاءت استجابة إلى إعادة هذا النظم البيئية إلى وضعها الطبيعي، وجاءت هذه بمبادرة من مركز الفجيرة للمغامرات وبتكاتف عدد كبير من الغواصين المتطوعين ونقدم لهم الشكر طبعا، وهذه
ثقافة ولله الحمد يعني انتشرت في دولة الإمارات ولله الحمد وتأتي أكلها اليوم. أستاذ علي الضنحاني يعني شوف أدق 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 التفاصيل اللي موجودة في اهتمام من القيادة يعني شوفي هاي تفاصيل صغيرة. نعم. يعني حتى تفاصيل مش ظاهرة يعني مش ظاهرة ونحن ما نشوفها لكن في اهتمام وما قصروا مركز الفجيرة للمغامرات لما قدموا الاقتراح ودوما سيدي ولي العهد وصباق في تبني الأمور هذه والداعم الأول لها. طبعا أول شيء نقدم شكر كبير إلى سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد على دعمه لهذا المشروع وكذلك مبادرته أو تفضله باستزراع الشعب المرجانية رقم واحد وهذا فخر وتشجيع كذلك لجميع الغواصين المتطوعين اللي راح يكونوا معنا وكذلك شكر لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وجميع الشركاء اللي ساهموا بهذا العمل مثل ما تفضلت أخوي فعلا هذه أشياء دقيقة جدا يمكن الكثير يجهلها ويجهل أهميتها وتفاصيلها مش يعني تفاصيلها غير ظاهرة وما حد يشوفها لكن شوف عالم البحار عالم كبير جدا يعني وكأن هذا فقط بوابة الجميع ما يعرف شو داخل البحر هذا لكن الغواصين أنت لو بتلاحظ الغواصين يعني يدفعوا كثير من وقتهم ومالهم وكذا لأنهم جاتهم فقط بوابة صغيرة شافوا أشياء احنا دخلنا مجال الغوص قبل فترة كبيرة كان حب استطلاع أو متعة لكن شفنا أنه علينا بعد رسالة لازم نأديها ولله الحمد يعني أثبت الرجل في دولة الإمارات قدرة على يعني مواجهة الصعاب ولله الحمد قمنا بدراسات إلى على الشعاب المرجانية من أكثر من 10 سنوات ولله الحمد لاقت نجاح بعد نجاح واليوم تكرس النجاح هذا بتضافر الجهود من ودعم من حكومة الفجيرة جزاهم الله خير ووزارة التغير المناخي والبيئة وكذلك جميع وعدد كبير من المؤسسات شو اسمه نقول احنا مثل الفنادق مثل مراكز الغوص كذلك والمواطنين. نعم. خبرنا عن أهمية هذا المشروع من حيث تحقيق استدامة الثروة السمكية. نعم. طبعا الشعاب المرجانية هي لها دور كبير جدا بالمحافظة على الثروة السمكية من خلال تأمين ملاذ آمن لبيوض ويرقات الشعاب شو اسمه الأسماك وتأمينها من المفترسات من الأسماك الكبيرة وكذلك من التيارات البحرية الشديدة لذلك يعني وجود الشعاب المرجانية لها فوائد عظيمة من ضمنها الثروة السمكية وإذا بنتكلم عن الثروة السمكية كذلك فائدتها على الصيادين المواطنين الذي يعتمدوا على هذا شو اسمه كمصدر دخل كمصدر دخل رئيسي لهم وإحنا كذلك بعد نوجه شكر لأن إخواننا الصيادين على كذلك بعد دعمهم وتآزرهم معانا بهذا المجال تكاتف الجميع كان يعني هي مصلحة عامة للكل وحتى رعاية كريمة ودعم من سيدي ولي العهد زين شو اللي يميز البيئة البحرية في مارة الفجيرة نحن دوما نتكلم من البيئة البحرية اللي بالفجيرة البيئة البحرية بالفجيرة شو اللي يميز البيئة البحرية بالفجيرة والله شوف ما أقوله بشرح لك كثير لكن ما بتقدر تعرف كثر ما إذا بتحس شو اسمه بتشارك بشارك من غوص تغوصين مروة أنا لا أخاف لا بتستمتعوا بس فعلا بس يبالها تدريب صح تدريبها سهل والحمد لله يعني تتميز مثل ما تفضلت البيئة الطبيعية في إمارة الفجيرة تميز فريد انت لو بتلاحظ عندك الجبل بعدها السهل بعدها شواطئ من أجمل الشواطئ في المنطقة الحمد لله بعدها تجيك شو اسمه الشعاب المرجانية والحيد المرجاني في تنوع فريد وكذلك نوعية الأسماك هنا في الساحل الشرقي تتميز بأنها متنوعة وكذلك كميات من الأحياء المائية الدقيقة يعني في بعض الأحياء المائية تسمى النودي برانش وفي بعض الأحياء المائية يجيلها الغواصين من جميع أنحاء العالم وإحنا والله الحمد في الساحل الشرقي تم اكتشاف أنواع من الأحياء المائية لم تسجل سابقا في أي مكان في العالم فهذا بعد كذلك يعني يعتبر رصيد ويعتبر كنز بيئي لابد من تضافر الجميع للمحافظة عليه نحن على محيط مش خليج
فهل في تأثيرات ممكن تأثر على البيئة البحرية اللي موجودة؟ سؤال مهم جدا طبعا. بما أن نحن اقتصاديا ما شاء الله نعتبر رقم واحد في تداول النفط في, نعم في الشرق نعم الأوسط يعني وثاني عالميا، هل هي فيها تأثيرات وكيف احنا ممكن نتغلب على هذه التأثيرات اللي موجودة؟ طبعا البحار مفتوحة على العالم كامل، لا يوجد حدود، فتأثيرات هنا سواء الطبيعية أو من مثلا نقول احنا بعض الملوثات هذا شيء وارد. عندنا التجارة العالمية وعندنا كذلك مثل ما تفضلنا قبل أن المد الأحمر، هذا المد الأحمر ينتقل من مياه إلى مياه. في سنة 2018 سنة 2008 إلى 2009 كان عندنا المد الأحمر وكان نوع السائد كان الكوكليدينيوم بلوكروكودس. ممكن توضح لنا هذا نوع من الهائم هذا أوكي. المد الأحمر اللي جاء تقريبا استمر 9 أشهر من سنة 2008 إلى 2009. هذا كانت الظاهرة غريبة أنها تمتد طوال هذه السنوات 9 شهور. نعم هذا السبب في أن تتميز المياه في سواحل إمارة الفجيرة بخصوبة عالية ودفئها يعني جاء للأسف طبعا هو درجة خصوبتها تكاثرت هذا الهائم بدرجة كبيرة، لذلك هذا التداخل ما بين المياه المفتوحة يأثر علينا، ولكن ولله الحمد يعني سياسة التعايش ويعني احنا نقول الاستجابة إلى جميع الظروف المناخية والتغيرات المناخية قادرين ولله الحمد أن نحافظ على هذا التوازن ونثبت عليه إن شاء الله. صحيح. إنزين شو أساليب المحافظة على التنوع البيولوجي للبيئة المحلية؟ أول شيء لازم نعرف أن البيئة يعني مسؤولية الجميع، مش مسؤولية مؤسسة أو وزارة أو حكومة وحدها. نعم. كل فرد من أفراد المجتمع عليه مسؤولية، فال يعني حتى المرتادين البحر، الغواصين، السائحين، الصيادين، كلنا علينا دور، لازم نعرف أهمية هذا المورد. صحيح. هذا الكنز البيئي، هذا التنوع، استمراريته واستمرارية لحياتنا احنا كلنا. صحيح. يعني في من ثروات من الأسماك، في كذلك مورد اقتصادي، الدولة الآن تتكلم عن السياحة البيئية وهذا ملف مهم جدا، كذلك في ملف مهم جدا هو الأمن الغذائي. هذا كله يجي نحن من البيئة البحرية واللي يتمثل الشعاب المرجانية، وكأنها هي الوعاء اللي يحمل كل هذه الأشياء. دون الشعاب المرجانية أنت تفقد كل المميزات هذه. فعلا. ويبان لنا رحلة غوص. فعلا. احنا ندعيكم طبعا. أنا مستعد، بس أنا أبا مروة يعني أدخل تحدي ويا مروة في رحلة الغوص هذه. أنا أقدر. والله نتشرف فيكم. على الكاميرا إن شاء الله. طبعا احنا العنصر النسائي هو ثابت نفسه بقوة عندنا في مركز الفجيرة للمغامرات على فكرة. سمعتي يا مروة؟ نعم. شكرا لك أستاذ. إلا اللي هني. شكرا لك أستاذ علي الضنحاني المدير التنفيذي بمشروع حدائق الفجيرة للشعب المرجانية من مركز الفجيرة للمغامرات. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا لتلفزيون الفجيرة وشاكرين للجميع إن شاء الله. شكرا لك. الحين؟ الحين عدنا احتفاء بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية بالشاعرتين شيخ المطيري وحمدة المهيري اللي نعم. كان في مساء أمس بفندق نوفوتيل الفجيرة. أكيد كان بحضور الشيخ عبيد بن سهيل بن بطي المكتوم. خلونا نشوف هذا التقرير ويا بعض. يلا. المساء استضاف بيت الشعر التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية واحتفى بشاعرتين هما شاعر الشيخ المطيري والتي حصلت على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء، أيضا الشاعرة حمدة المهيري التي حصلت على المركز الخامس في مسابقة فرسان القصيد بالمملكة العربية السعودية. سعداء أن احتفينا بهذه الموهبتين وهذين الاسمين اللي أبدعوا في مشاركاتهم في هذه المسابقات
الشعرية على مستوى الوطن العربي أمام مئات الألاف من المشاهدين، واستحقوا هذه المراكز الأولى وبجدارة. خلال الأمسية استمع الحضور إلى تجربة الشاعرتين في المسابقتين. استمعنا لشيخة المطير وكيف كانت تجربتها في مسابقة أمير الشعراء عبر مختلف المراحل من البداية وحتى فوزها بالمركز الثاني، كذلك الشاعرة حمدة وكيفية دخولها للمسابقة وخوضها لكل مراحل المنافسات في مسابقة فرسان القصيد. أيضا تخللت الأمسية عدد من القراءات الشعرية لعدد من القصائد التي شاركت بها الشاعرتان. نتمنى لهم التوفيق ودوام التميز والتقدم إن شاء الله في هذا المجال. احتفلنا في هذا المساء بتنظيم جميل من بيت الشعر في إمارة الفجيرة الحبيبة بفوز شاعرتين إماراتيتين في مسابقتين تعدان من كبريات المسابقات في مجال الشعر. طبعا أنا كانت المسابقة اللي شاركت فيها هي مسابقة أمير الشعراء والتي تعنى بالشعر الفصيح، والحمد لله حصلت على المركز الثاني في هذه المسابقة، وهو إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى المرأة في الوطن العربي، أول سيدة ترتقي إلى هذا المنصب. طبعا هو لا يعتبر تشريف ولكنه تكليف ومسؤولية جديدة تلقى على عاتقي لكتابة ما يليق بعد هذه المسابقة. سعيدة اليوم أكيد بتكريمي في بيت الشعر التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وهالشيء أكيد يشرفني ويسعدني ويدعمنا أكيد للمزيد من العطاء. بالنسبة حقي أنا فزت في مسابقة فرسان القصيد اللي هي جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي، وهي مسابقة تقام في السعودية تحت رعاية نادي الإبل، وكانت المنافسة جدا شديدة ولله الحمد قدرت أحصد المركز الخامس. الحين لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب بمصر، تنظمه وترعى وزارة الثقافة المصرية مشاركة مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح في هذا المهرجان، وحصولهم على جائزة أفضل عرض متكامل عن مسرحية صدى الإماراتية. نعم يا مروة، مبارك عليهم هذا الإنجاز والله يوفقهم فعلا. والبارك لكل أعضاء جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح أكيد. وفي ضيوفنا هنا الأستاذ إبراهيم القحومي مخرج مسرحية صدى الإماراتية. يا مرحبا وسهلا. مرحبا فيك. وكذلك أيمن الخديم بطل مسرحية صدى الإماراتية. هلا فيكم. اسمحوا لي أني أبارك لمدير جمعية الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح الأستاذ عبيد الظنحاني، هذا الشخص المتألق والداعم دوما لكل الشباب في مختلف المجالات. صحيح. فمبارك لكم، مبارك للأستاذ عبيد، مبارك لكل أعضاء جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح. الله يسلمكم، وإحنا سعيدين اليوم بالتواجد معاكم، ودائما قناة الفجيرة سباقة بهذا الشيء، والحمد لله هذا الإنجاز للجميع. هلا مرحبا. الله يسلمكم. أستاذ أيمن، لو حدثنا عن التجربة اللي خذتوها بتمثيل دولة الإمارات في هذا الحدث الخارجي. طبعا بداية أشكركم على استضافتكم لنا. تجربة دولية هالمرة كانت لفرقة مسرح دبا الفجيرة بدعم من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي الله يطول بعمره ويحفظه. الله يحفظه. طبعا أول ما وصلتنا دعوة المشاركة، طبعا انتقالنا من دولة لدولة ومشاركة دولية فيها تكاليف مالية وانتقال فرقة من دولة لدولة، الشيخ الدكتور ما هو غريب على طعم بنفس الوقت والله أمر لنا بالرحلة للمشاركة دوليا وتوجيهاته يعني كانت مستمرة لنا، وهذا هو أهم الدوافع اللي دفعتنا نقدم عرض يليق باسم دولتنا، والحمد لله قدمنا عرض كان يليق باسم دولتنا ويشرف اسم الإمارات في مصر. الحمد لله، جزاكم الله خير. خبرنا أستاذ إبراهيم أنت عن مشاركة مسرح دبا في مهرجان دولي مثل شرم الشيخ في مصر. المشاركة هذه مشاركة جدا مهمة، أن اليوم نشوف المسرح الإماراتي أو بين قوسين مسرح الشباب. نعم. أنه يتواجد في محفل دولي مثل مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب، هذه التجربة بالنسبة لي كانت الثانية في هذا المهرجان.
اليوم دول كبيرة تنافس في هذا المهرجان، دول عريقة يعني مصر، إيطاليا، كندا، أسبانيا، يعني من مختلف أنحاء الدول. وكل مسرحية بتشارك في هذا المهرجان جاية تنافس، كل مسرح أو كل دولة جاية تقدم شو الفن أو شو اللي تعلموه أو شو الثقافة اللي موجودة. صحيح. الحمد لله رب العالمين، مشاركة مسرح دبل فجيرة ومسرحية صدى في هذا المهرجان كانت جدا مميزة وكانت جدا قوية، أبهرنا الحضور، الناس، الرسالة وصلت. بصراحة كان هناك جهد جبار من قبل فريق العمل، أشكر أيمن الخديم الممثل، عبد الله الخديم، محمد جميع في الصوت، ونحن بعد نشكركم. الله يطول بعمركم. بنكمل وياكم هذا الحوار الشيق، لكن فاصل بعد راح نواصل وياكم مشاهدين الكرام، فاصل بعد نواصل، خلوكم ويانا. رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل، ونرحب بضيوفنا الأستاذ إبراهيم القحومي والأستاذ أيمن الخديم، يا أهلا وسهلا فيكم. أنا خذتنا الأسئلة، ما سألناكم كيف كانت أجواء شرم الشيخ. أجواء شرم الشيخ طال عمرك، إحنا أول ما سرنا طبعاً تطلعون. لا أجواء جميلة، بس عندهم طال عمرك أول ما وصلنا دارة غربي أعوذ بالله منها. غربي يعني هو مع غبرة، يعني تفاجئنا منها، أربكة الطيارة ما من عواي شرم الشيخ. إيه والله يعني ما أعرف شو أقول لك، يعني جوها لطيف لطيف وجميل. ثالث يوم ورابع يوم ضربة برودة. اي والله عزيزة. بعدين عاد الجو وتعدل الحمد لله وتمام. شرم الشيخ لحظة، شو تشبه مالديفز ولا سيشل؟ لا لا هذه ولا هذه، لا هذه لا، طبيعة مختلفة. هي الجميل يوم ان شاء الله بنروح هناك، خلي نعرض البرنامج من هناك ان شاء الله، يوم نطلع ان شاء الله. يستاهل والله، سير كان جميل وكان هادي وراقي. خبرونا عن فريق العمل، يعني ما خبرتونا لين الحين عن فريق العمل. فريق العمل عندي تأليف احمد عبد الله راشد، وتمثيل أيمن الخديم وعبد الله الخديم، عندي في الإضاءة راشد عبد الله راشد، وبالصوت محمد جميع الهنداسي، إشراف الفني عبد الله مسعود الفنان عبد الله مسعود، إشراف عام عبيد اللاغش، وعندي هندسة الديكور حمد الضنحاني، وإخراجي أنا. هالعمل الحمد لله انتقلنا فيه لثلاث دول، عرضناه في مهرجان دبي المسرح الشباب في دبي وحصلنا على ثلاث جوائز، أفضل نص مسرحي وأفضل إضاءة مسرحية وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الإخراج. الحمد لله. الحمد لله. ورشح أيضا أيمن لجائزة أفضل ممثل دور أول. نرجع لنتكلم عن دوره في المسرحية، بس خلينا نشوف الفيديو هذا وياكم. جميل. نرجع نكمل. أكيد. خلينا نشوف الفيديو وياكم. وينبح فتبعه بعض الأولاد، جدي أحدهم لم يعتقد بأن الكلب سيأخذهم إلى مكان بعيد، الكل عاد إلا جدي. جدي ظل يتبع الكلب حتى تفاجأ بقطار مقلوب، والأرض كلها أغراض وأشخاص يحمل هذا ويسعف ذاك، ولكن الكل ميت. صخرة غبية ظهرت فجأة فوقف القطار. جدي من دولة الإمارات العربية المتحدة. مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. Brazilian show as Ipo from Emirates. شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.
أيمن صيحتنا أنت هنا ودمك خفيف. فعلا. الحمد لله أنا تدمك خفيف ما. على فكرة هو كان يبكي على فكرة. هاي كانت دمعت. لا. ترى بالميك اب مالها. لحظة التمثيل المسرحي من أصعب أنواع التمثيل. يكون أمام جمهور ولكن ما في صوت يعني ما في وايد أصوات أنا تشتت تركيزك. اللي لاحظته أن هني واقف في الشارع في صوت هرن في صوت أشخاص ناس تمر قدامك كيف قدرت تركز؟ وخاصة إنه بعد هو تمثيل مسرحي يعني أنت شيئين وايد صعبين ما تشتت تركيزك؟ لا أنا قبل العرض أنا دخولي من بين الجمهور فأنا كنت قاعد وياهم فقاعدين يقولوا شو هذا العرب هني مضيع علينا بنشوف أنت مو بالوفد الإماراتي بس بيشيلوها واقف وياهم فهم ما يعرفوا إني بدخل بمثل أوكي. أول خمس دقايق ما دخل فقاعدين يقول هاي بتروح ما قاعدين نشوف عدل ما أعرف شو فتفاجأوا لين ما دخلت فأنا كنت قبلها خمس دقائق قاعد وياهم حاسب الوضع اللي هم قاعدين عليه فأنا أول ما دخلت يمكن يعني أنا شوي عندي يعني عندي كوميديا شوية وأروم هذا فبالبداية حاولت إن كانت لنا توجيهات من عند أساتذتنا وكذا إن نشوف الناس اللي موجودة الجمهور الجمهور اللي كان موجود في العمل كانوا صغار كبار ناس متعلمة ناس مو متعلمة ناس ثقافات مختلفة وأعمار أيضا مختلفة حتى يوم قلت هذا الحوار الحزين أنا نزلته عندي في سناب شات ما حد ما غير سناب شات قالوا لي وايدين طبعا قالوا حرام عليك يمن شو سويت فينا وليش وشو فيك وعندك مشكلة داخل قلت لهم لا الحمد لله بس يعني حق المسرحية مشكلة داخلية قلت لهم لا ما عندي شيء حد زعلك شرم الشيخ على فكرة إبراهيم في حد زعل شرم الشيخ لا ما في حد لا في حد بالعكس يمكن في حد زعل ولا شيء قلب الدور هو اللي زعل هو اللي زعل ما حد يزعل ما حد يقرب منه كممثل يعني كيف تقدر صيح او ان يعني كيف يقدر يصيح كيف يعني يقدر يسوي انه هو زعلان وشيء انا اول شيء اشكر حمد الظلحاني صديقي حمد الظلحاني كلمني قبل العرض طبعا المشاهد هاي اللي فيها صياح ولا هذا لازم تكون عندك مخزون لاشياء داخليه تتذكر او أشياء تتذكر شيء محزنه مثلا كل ممثل وله شغلته فانا عندي شيء بداخلي تذكرته قبل شو تذكرت يعني اشياء شوي سريه شرم الشيخ صار لا بشرم الشيخ لا الطياره هو سر عند ابراهيم الطياره هذه روحها سالفه يعني في شيء انا اتوقع هو ما شاء الله عليه دمه خفيف وما لا ما شاء الله عليه بس هاي اللي صار في شرم الشيخ انا مستغرب يعني انا حتى يوم شفته لما فزتوا هذا اقول له مستحيل في حد مزعلنا في شرم الشيخ هي في حد مزعلنا لا هو طال عمرك ما حد زعل في شرم الشيخ هو بالعكس يعني ايمن من الشخصيات والله المريحه اللي مع الجميع الوفود يعني انا دوره بشتغل بروفه اشوفه عند الوفد الاسباني شويه عند الوفد العراقي شويه عند الوفد السوري يا ايمن تعال اتقن الدور ما شاء الله ما شاء الله عليك الحمد لله ما شاء الله مو حتى حزننا شويه لا بالعكس الشباب الجميل يعني الجميل اخوي ان الشباب رايحين بحماس عالي يعني فرقه مسرح دبا مو على اساس ابراهيم القحومي من ضمن هذه الفرقه لا لكن الحمد لله تاسسنا صح ان في شيء اسمه انك بتمثل الامارات انا مو برايح امثل فقط مسرح مسرح دبا الفجيره انا رايح امثل المسرح الاماراتي تاهلتوا المسرح وفر لكم كل شيء وخلاكم يعني وفر لكم كل شيء وكنتوا انتم مستعدينكم تطلقون يعني تنطلقون الى اي مكان بالضبط نعم بالضبط يعني كل على المسرح كل ما قصروا كل الامور موجوده يعني استاذ عبيد الظنحاني واستاذ حمد الظنحاني وكل اللي ويانا واقفين ويانا فما كان امامنا الا ان نبذل مجهود محظوظين انتم الحمد لله محظوظين باللي وقفين. انا عندي موضوع بعد يعني قبل العرض بيوم يمكن بالليل عندنا جروب في الواتساب فياس اشوف ابراهيم منزل شيء على الانستغرام ووالدتي راده عليه التزموا وهل هذا بالملاحظات اللي عندكم قبل وكذا فرديت انا على ابراهيم قلت له ابراهيم المفروض الوالده تكلمني على الخاص ما تكلمك انت هاي الملاحظات اللي تقولها حق والدها لا تقول كوميديا وايد هناك انت بهذا الكل كان واقف الحمد لله معانا الكل كان يحفزنا يعني من جمعية المسرحيين في الإمارات من هيئات الثقافة من الوزارة من هيئة الفجيرة تحس إن الكل معاك هذا عطانا مسؤولية غير طبيعية إنجاز طيب وكان تحدي أنتوا في الشارع سويتوا هذا الديكور سويتوا هذا الإضاءة وما تشتت تركيزكم لا لا, لا 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 بالعكس هي مسألة أنت كيف تخلي المشاهد صحيح. أو المتفرج
يطالعك. صحيح. هذه تعتمد على الشديد الوقت داهمنا. الله يسلمك. نكمل وياكم. الله يسلمك. شكرا لكم. شكرا لك استاذ ابراهيم القحومي مخرج مسرحيات صدى الاماراتيه. الله يسلمك. وشكرا لك الاستاذ ايمن الخديم بطل مسرحيات صدى الاماراتيه. شكرا مشكورين. ما قصرت وجزاكم الله خير. مرور الختام عندك اليوم. الختام تصبحون على الف خير مشاهدينا وتصبحون على الف خير ايضا ضيوفنا. بعدكم هي دوما شيء برمجه على الصباح. بالعافيه عليكم والصحه. ما انا ما سكروا انزين وتصبح على خير ايضا عبد العزيز. انا بروح بركض لان فعلا عشان اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس التوقيت في امان الله.